برجع مع حضراتكم الدكتور محمود الافندي من العاصمه الروسيه موسكو. اولا دكتور محمود تحياتي لحضرتك. النهارده بنتكلم على قمه هناك اهتمام ليس عربيا ولا اسيويا، ولكن العالم يترقب هذا او هذه القمه المهمه وهذا التجمع الكبير، لانه لاول مره منذ بدء الحرب الروسيه الاوكرانيه روسيا تترأس هذه القمة العالمية بحضور أكثر من 24 رئيس دولة و40 دولة مشاركة في هذا التجمع. دكتور محمود؟ أيوة سمعنا حضرتك؟ دلوقتي سمعت. بقول لحضرتك أولاً كل التحية لحضرتك. قمة لأول مرة، هناك اهتمام كبير مش في العالم العربي ولا في آسيا، ولكن العالم يتابع هذا التجمع الكبير لأول مرة. روسيا بتترأس القمة الكبيرة، تجمع بريكس في أكثر من 24 رئيس دولة موجودين، أكثر من 40 دولة حاضرة، نتكلم على آلاف من الوفود وأعضاء الوفود المشاركين مع أكثر من 2000-3000 صحفي وإعلامي بيغطوا هذه القمة. لماذا هذا الاهتمام الكبير بتجمع بريكس في قازان؟ أول شيء مساء الخير أستاذ أحمد للأخوة المشاهدين. طبعا هي قمة تاريخية بالفعل وقمة إلى امتياز كامل. أول شيء المكان، لأنه أول شيء هو روسيا الاتحادية، ونعلم أن هناك كان في محاولات بالغرب لعزل روسيا. الآن كل الإعلام الغربي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في عزل روسيا، ولكن من أفشل عزل روسيا؟ طبعا الدول الحليفة لروسيا والدول الصديقة لروسيا، وخصوصا بعد توسع مجموعة البريكس. يعني توسع مجموعة البريكس يلي كانت تضم خمس دول الآن توسعت شرقا وتضمت وصبغت بصبغة عربية. يعني ضم جمهورية مصر العربية إلى مجموعة البريكس هو اهتماء، يعني هو ميزة كبيرة لهذه المجموعة. أول شيء جمهورية مصر العربية هي أكبر دولة عربية، هي تقريبا لها وضع جيوسياسي قوي في المنطقة وخصوصا في الشرق الأوسط، الذي يعني للأسف الشديد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبح تحت الهيمنة الأمريكية، واستفردت الولايات المتحدة الأمريكية منطقة الشرق الأوسط. الآن بقرار الحكيم بجهود مصر العربية الانضمام إلى مجموعة البريكس، أصبحت هذه المجموعة أكثر قوة لأن الآن هي موجودة في الشرق الأوسط، وبدأت الآن برعاية مصر، أنا أقول برعاية مصر، مجموعة البريكس يمكن أن تبدأ كساحة جيوسياسية جديدة بالإضافة إلى الاقتصاد. يعني خلينا واقعين أستاذ أحمد، الاقتصاد والسياسة في العصر الحديث هم أخوين متلازمين، فالاقتصاد هو سياسة والسياسة هو اقتصاد. لذلك الآن جمهورية مصر العربية رغم الضغوطات عند انضمامها لمجموعة البريكس، أصبحت مصر العربية تستطيع الآن تشكل حلف اقتصادي جديد مع دول البريكس ضمن العملة المحلية حتى لا تتأثر بالضغوطات. نعلم هناك ضغوطات بالبنك الدولي، بالولايات المتحدة الأمريكية، الضغوطات وراءها سياسية. الآن جمهورية مصر العربية مع مجموعة البريكس تستطيع بحرية أن تتعامل بالعملة المحلية وأن تستخدم الرموز الشفرية، بالإضافة أن سيعلن في مجموعة البريكس غدا عن وجود، عن ابتداء أو انطلاق ما يسمى دكتور محمود. خلعت معنا لحظة استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانب الرئيس الروسي بوتين على الهواء مباشرة. إذن الرئيس الروسي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهواء مباشرة طبعا، واستضافة من جانب الرئيس بوتين لقادة دول البريكس أو تجمع البريكس. تفضل دكتور محمود. طبعا يعني كنت أقول أن انطلاقا من غد سيعلن عن انطلاق ما يسمى منصة للتعامل المادي بين دول مجموعة بريكس، يعني هي على غرار السويفت الآن سيتسمى بريكس بريدج. هذه المنصة تستطيع الدول أن تتعامل بالعملة المحلية، يعني مصر الآن تستطيع أو الدول بريكس تستطيع أن تتعامل بينها بالعملة الوطنية عن طريق وإرسال هذه النقود والقبول عن طريق منصة البريكس. هذا أمر مهم جدا سيساعد كل مجموعة البريكس على ما يسمى الاستقلال الاقتصادي من هيمنة الدولار الأمريكي على دكتور الكرة محمود الأرضية. المنصة اللي حضرتك بتتكلم عليها هتكون بديل لنظام سويفت على الأقل في التعامل ما بين دول تجمع بريكس، لكن احنا مصر بنتعامل مع جميع الدول من أول أمريكا واحنا جايين، احنا هنبقى معانا تعامل مع بريكس بأمر وتعامل مع دول الأخرى بأمر آخر، مش كده؟
طبعا طبعا يعني كل دوله لها حريه. نادي الاهلي ميزات البريكس انها ليس لديها ضغوطات على الاستعمال، لها الحريه الكامله. نعم. يعني جمهوريه مصر العربيه الان تستطيع ان تتعامل مع مجموعه البريكس، يعني الصين، الهند، روسيا، الامارات العربيه المتحده، اسباب لك عربي سوء، تتعامل معها بالعلم الوطنيه عن طريق ما يسمى المنصه الجديده، بينما تستطيع ان تتعامل بالعالم الاخر عن طريق منصه سويفت. هذا شيء طبيعي، ولكن هذا سيعطي اكثر استقلاليه. نعم. لدول مجموعه البريكس. يعني نعلم جيدا هناك شح، يعني يجب ان تتعامل عن طريق سويفت، يجب ان تتعامل بالدولار، من الصعب الان، يعني يجب ان تجد هذا الدولار، ونعلم جيدا الضغوطات عن طريق الدولار وما يسمى الصرف والقبول. الان يستطيع الجنيه المصري بحريه ان ينتقل ضمن مجموعه البريكس خارج سيطره الولايات المتحده الامريكيه. يعني هذا امر مهم جدا، يعني لا تستطيع الولايات المتحده الامريكيه ان تراقب الان ما يحصل بين مجموعه البريكس. يعني في حاله اذا حصل، لا سمح الله، لا اقول لا سمح الله، ان حصل خلاف بين الولايات المتحده الامريكيه وجمهوريه مصر العربيه، وارادت الولايات المتحده الامريكيه ان تعاقب مصر، لا تستطيع ان تعاقب ان تضغط عقوبات على ما يسمى التعامل المصري مع دول البريكس. وما هي مجموعه البريكس؟ هي تقريبا نص سكان الكره الارضيه، تقريبا اقوى اقتصادات العالم، 40% اقتصاد العالم، بالاضافه نعلم ان الصين موجوده فيها، ونعلم الصين وقوتها التجاريه والموارد الطبيعيه في روسيا، كل شيء موجود. يعني صراحه ينقص البريكس فقط التكنولوجيا الحديثه. التكنولوجيا الحديثه انا في رايي يمكن الان ان تتجاوز روسيا او مجموعه البريكس تتجاوز التكنولوجيا الحديثه عن طريق ما يسمى الشراكه الاقتصاديه مع مجموعه البريكس لايجاد تكنولوجيا حديثه. يعني الان مجموعه البريكس بالتوسع او البريكس بلس اصبحت دوله تقريبا في الطاقه والموارد الطبيعيه جيده، وبالاضافه الى المردود الاقتصادي اقوى حتى من مجموعه السبع، يعني تتجاوز مجموعه السبع العظمى، فقط ينقصها التكنولوجيا الحديثه يلي مجموعه السبع متطوره اكثر منها، ولكن عن طريق الشراكه الاقتصاديه بوجود الصين والهند وبالاضافه الى جنوب افريقيا ودول المنطقه العربيه وروسيا، وخصوصا ان هناك ايضا اصدقاء البريكس، يعني هناك 30 دولة أخرى موجودة، يمكن أن نقول أن المجموعة ستتجاوز هذه العقبة، وهنا يمكن أن نقول هذه مرحلة أولى، مرحلة بداية. كم دولة يا دكتور محمود تقدمت بطلب لانضمام للبريكس كمان جداد؟ كم دولة تقدمت بطلبات؟ وارد يتم الإعلان عن دول جديدة غدا انضمت؟ طبعا هناك 13 طلب للتقدم سيبحث فيها البريكس غدا. ولكن اعتقد انه الانضمام لن يكون بشكل سريع. من الدول اذكرها العربيه، هناك البحرين، هناك الكويت، وهناك المغرب. انا اذكر هذه الدول، وهناك كوبا، وهناك بعض الدول امريكا اللاتينيه، بالاضافه الى حسب المعلومات تركيا ايضا، جمهوريه تركيا قدمت طلب الى مجموعه البريكس. ولكن برايي ان في هذا الاجتماع اعتقد انه لن يضم دول اخرى الان، يمكن بالاجتماع القادم ان يذكر هذا، ولكن هذا ما يسمى اصدقاء البريكس، ولكن في المرحله القادمه يمكن ضم هذه الدول. يمكن ان، ولكن هذا لا استثني ان يتم قبول بعض الدول في مجموعه البريكس. يعني هناك اهتمام روسي لضم اكثر للدول العربيه، اتكلم عن البحرين والكويت والمملكه المغربيه. يمكن ان يحصل هذا في غدا، ولكن انا استبعد ذلك، لانه يجب مجموعه البريكس ان تتلائم مع بعضها الان ال19 دول حتى تصبح اكثر جاهزيه لقبول دول اخرى، حتى لا تصبح يعني نوعا ما التوسع من دون دراسه. دكتور محمود، هناك متابعه وهناك مش عايز اقول قلق، ولكن هناك متابعه كبيره جدا من الاعلام الغربي كله على هذا التجمع، وهذا مش عايز اقول عليه تحالف، ولكن تجمع كبير. لماذا يشعرون بالقلق من هذه الاجتماعات وهذا التجمع الكبير؟ لأنه أول شيء هو نادي اقتصادي بامتياز، وليس هناك دولة مهيمنة عليه. يعني كل الدول لها الاستقلالية والسيادة الاقتصادية. هذا يشكل خطر كبير على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. يعني النمو إذا نمت هذه المجموعة بشكل سريع ستقضي، أو مو سأقول ستقضي، ولكن ستنافس الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها والمجموعة الغربية. لذلك اذكر ما قاله الرئيس مودي عندما قال حلف البريكس او منظمه البريكس ليست نادي ضد الغرب، ولكن هي ليست غربيه. لاول مره وصلنا الى عالم متعدد القضايا، وهناك نادي اقتصادي، هناك دول تريد الاستقلال الاقتصادي. لذلك الاستقلال الاقتصادي
من دول غربية هذا ما يهدد النفوذ الأمريكي ويهدد أيضا اقتصاد دول أخرى. يعني خلينا نكون واقعيين، مجموعة السبع العظمى الموجودة التي تقرر الاقتصاد العالمي هي فعليا تلهب أموال الآخرين. يعني انظر ما يفعل صندوق النقد الدولي، ما يفعل في الدول والنسبة العالية عن طريق ما يسمى القرض. ما الذي يعني الآن ممكن أن يقدمه بنك التنمية الجديد اللي هو بديل لصندوق النقد والبنك الدوليين في تجمع بريكس؟ هناك بنك التنمية، إيه اللي ممكن يقدمه صح كبدايل للدول تستغني عن صندوق النقد إذا أرادت؟ طبعا هذا البنك هو بنك التنمية، طبعا ترأسه هي رئيس الوزراء رئيسة البرازيل السابقة، وكان أول لقاء الرئيس بوتين اليوم كان مع رئيسة البرازيل أو رئيسة بنك التنمية. والبنك التنمية بدأ الآن ينمو فعليا، قام خلال سنة بتعامل فوق 35 مليار دولار. شجعت رئيسة بنك التنمية لإدخال دول الجنوب، أتكلم ودعم دول الجنوب. مع رئيسة بنك التنمية، تفضل. طب يعني تم طلب من رئيس بنك التنمية أن توسع عمل هذا البنك، وسع عمله في دول الجنوب وخصوصا الدول العربية ودول الشرق الأوسط للاهتمام. يعني إذا قرأنا أو ترجمنا هذا الكلام، هذا يعني أن بنك التنمية سيقدم المساعدة والشراكة بدون نسب مئوية للدول التي تريد أن حصلت لديها أي مشكلة اقتصادية، لأنه إذا بدون أي نسب مئوية عن طريق الشراكة، يعني مثل ما بنقول نفس السيستم بتاع البنوك الإسلامية يلي هي لا تعطي فوائد ولا تعطي ما يسمى نسب مئوية على القرض، بالإضافة لا تفرض. يعني إذا أردت أن تأخذ قرض من صندوق النقد الدولي، يطلب منك الإصلاحات، يطلب منك تعويم العملة المحلية، يطلب هو إجراءات، يتدخل في السياسة الداخلية. ولكن بنك التنمية الآن في التعامل مع هذه الدول لم يفرض، لأنه هذا البنك سيكون عبارة عن مجموعة، يعني مثل ما بيقول المصريين قول جمعية، عندكم مصريين قول جمعية يحصل بين الأصدقاء والأقارب. هو بنك التنمية هو جمعية، يعني لا ينقذ أي دولة في حال إذا حصل لديها أزمة اقتصادية أو غير شيء، ولكن بدون فرض أول شيء نسب مئوية، وبدون فرض شروط على هذه الدولة. هذا ما يساعد الدول الموجودة في البريكس على النمو الاقتصادي السريع. طيب دكتور محمود، ربما مسألة التبادل التجاري بين دول تجمع البريكس، احنا بنتكلم النهاردة على زيادة في التبادل التجاري، نتكلم على عملات وطنية، حضرتك بتتكلم على انه بكرة يتم الاعلان عن ايضا المنصة الخاصة بالنظام الجديد الموازي لنظام سويفت مع الغرب. طبعا هذا ما سيحصل، وهذا ما سيحصل. هو السؤال استاذ احمد اللي هو ان احنا التبادل التجاري مع النظام الجديد يزداد التبادل التجاري بين دول اعضاء التجمع بعد الدخول في النظام الجديد؟ طبعا طبعا يزيد التعامل، سيكون هناك حريه في التعامل. يعني انت على سبيل المثال، خلينا نعطي مثال للاخوه المشاهدين مشان ما نعطي، يعني اذا جمهوريه مصر العربيه تريد ان تستورد من الصين على سبيل المثال كميه هائله من المواد، من قبل موجود هذه المجموعه او ليس المجموعه، يجب جمهوريه مصر ان تشتري الدولار وتؤمن الدولار وترسله الى الصين. والصين ترسل البضائع الى مصر على سبيل المثال. لا، ليس في حاجه، هناك عمله محليه الجنيه المصري، يمكن عن طريق هذا البنك ان يتم تحويله الى ما يسمى البنك التنميه، ويتم ما يسمى استعمال العمله المحليه في التعامل مع جمهوريه الصين، ونفس الشيء بالتعامل مع روسيا، نفس الشيء. هذا ما سيقوي على سبيل المثال الجنيه المصري، سيقوي الجنيه المصري، لانه ليس في حال سيكون الطلب على الجنيه، عندما يكون في طلب على الجنيه لن يستطيع ان يهبط الى مراحل معدل، وسيقوي، ليس قوه كبيره، ولكن على اقل شيء لن يضيع اي مرتبه من مراتبه. وبالمستقبل المتوسط يمكن ان يبدا الجنيه المصري بما يسمى الاستقامه وتصبح عمله قويه. لذلك العمله المحليه هي امر مهم جدا في التعامل الاقتصادي، وخصوصا يعني خلينا نكون واقعيين استاذ احمد، يعني كل ما يحتاجه الان العالم موجود في الصين تقريبا، وكل ما يحتاجه من الطاقه موجود في روسيا، فلماذا الذهاب للاسواق الاخرى؟ فقط التكنولوجيا الحديثه، هناك ايضا بالتكنولوجيا الحديثه، هناك ايضا في هونغ كونغ وهي تابعه على الصين. لكن دكتور محمود خلينا نتكلم بصراحه، انه لم يسحب البساط بسرعه من الدولار الامريكي، ما تزال امريكا وعملتها هي الاقوى، وبالتالي هي العمله التي تحوز على احتياطات العالم.
ممكن يبقى على يعني مدى على المدى البعيد يتأثر الدولار، ولكن ليس الآن أو حتى على المدى القريب. يعني ميزة مجموعة البريكس أنها لا تحارب الدولار، هي لا تحارب لا تحارب الدولار، هي تعطي، هي لا تحارب الدولار، الدول يحارب نفسه صراحة. يعني من يرفض العقوبات؟ الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعه دائما تفرض العقوبات، هي تفرض عقوبات على عن طريق ما يسمى تقطع على سبيل المثال، فرضت عقوبات على روسيا ومنعتها بالتعامل في الدولار، فبدأت روسيا تتعامل في العملة الصينية أو تتعامل في الجنيه المصري أو في الدرهم الإماراتي أو الروبل الروسي. نعم، يعني هي من تفرض. بريكس لا يحارب أحد، هي تريد هذه الدول تريد أن تنمو ويصبح لها مركزا مستقبليا في عالم متعدد الأقطاب. لذلك الولايات عندما لا يعني هل احنا النهارده زي ما حضرتك بتقول قدام عالم متعدد الاقطاب الان، هل الان ولا غدا؟ او بتكلم على الفتره القادمه ولا الان؟ حضرتك بتتكلم قدام عالم متعدد الاقطاب حاليا في هذه اللحظه؟ في هذه اللحظه، لانه فعليا رايت انت نفسك استاذ احمد كيف الاعلام الغربي مهتم بهذا اللقاء. نعم. ويحاول دائما محاربته. لماذا حاربت الولايات المتحده الامريكيه وكانت ضغوطات هائليه؟ تصور، مجرد تصور، انا لا اعلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن اذا سالته سؤال شخصي يقول لك ما مدى الضغوطات كانت على جمهوريه على الرئيس السيسي حتى لا يسهم الى مجموعه البريكس. كل الرؤساء كان عليهم ضغوطات هائله، ولكن هذا احنا يا دكتور محمود ما بنقبلش ضغوط من اي حد. يعني احنا دوله لا نقبل اي ضغوط من اي دوله. هذه هي السياده، هذه هي السياده. يعني جمهوريه مصر العربيه كل من اتى الى مجموعه البريكس والان هو هي السيادة، وهذه السيادة تعطي قوة لهذه الدولة. لأن احنا بناخد قراراتنا اللي هي خاصة بالشأن المصري، بالدولة المصرية، بأمننا القومي، وبالتالي لا نسمح لأحد انه يضغط علينا في أي ملف. طبعا هذا ما يميز. يعني لماذا الآن؟ يعني هذا ما دام الجمهورية قررت هذا القرار. نعم. هي لا تضغط عليها. الآن بدأنا بوابة فتحت لعالم متعدد الأقطاب. نعم. يعني ما هو العالم متعدد الأقطاب؟ هناك دول رائدة، الدول الرائدة في العالم متعدد الأقطاب لها ميزات. ما هي الميزات؟ ثلاث ميزات: أن تكون لديك موارد طبيعية، أن يكون لديك طرق تجارية وتعاملات تجارية، وهذه جمهورية مصر العربية تملكها عن طريق قناة السويس وغيرها، وأن يكون لك نفوذ في المنطقة، وهذا أيضا ما تملكه جمهورية مصر العربية. ولكن كان لا تستطيع، يعني خلينا نكون واقعيين، لما اسست قمه مجموعه العشرين كان المفروض منها هو عالم متعدد الاقطاب، ولكن ما حصل. الولايات المتحده الامريكيه سيست هذه المجموعه وجعلتها تريد ان تكون تحت رعايتين، ذات تخرب كل اجتماع، وخصوصا في الفتره الاخيره بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه، تريد من مجموعه العشرين ان تخرج بيانات سياسيه للتنديد بروسيا. هذا امر مهم جدا. الان المجموعه البريكس، لماذا هذا الاجتماع؟ هل النهارده بنتكلم على قوة اقتصادية عالمية صاعدة في مواجهة هيمنة الغرب؟ طبعا هذه القوة هي مجموعة البريكس. وهي قوة ناشئة، أهم شيء ناشئة. يعني انظر ما يعني قوة ناشئة، اقتصاد يعني يتعافى شيئا فشيئا، الإمكانيات البشرية موجودة للصناعة والتجارة، الإمكانيات البشرية، هذا أمر مهم جدا. ومصر العربية معروف لديها إمكانيات، وكل دول وقت جنوب أفريقيا وكل إمكانيات بشرية، بالإضافة إلى السيادة. أهم شيء أستاذ أحمد هو السيادة. عندما تستطيع الدولة أن تتعدى ولا سيادة، ستصبح صحيح دولة رائدة في عالم متعدد الأقطاب. دكتور محمود، نعلم جيدا ما ثمن السيادة، وأنت تعرف أكثر مني ما ثمن السيادة أستاذ أحمد. دكتور محمود الأفندي بشكرك شكرا جزيلا من العاصمة الروسية شكرا موسكو، وكل التحية لحضرتك. نروح